شكرا عبد العزيز، اقول لك الحمد لله على السلامه. بالتاكيد ان شاء الله العوده حميده، وان شاء الله العمليه انه ظهرت بشكل ايجابي. اول شيء العمليه وش يا عبد العزيز بالضبط، وين كانت، وهل في مرحله تاهيل بالنسبه لعبد العزيز الان بعد العوده؟ اول شيء بسم الله، الله يسلمك. الحمد لله العمليه ناجحه، والدكتور طمني بكل يعني في كل الاشياء اللي خاصه في العمليه. والعمليه كانت يعني التضيق في احد الشرايين في الرجل، والحمد لله يعني عمل لها يعني مسار ثاني وكذا للدم، والحمد لله كل شيء يعني ماشي الحين بامور طبيعيه، وما في تاهيل بس راحه عشان الخياطه وكذا، يعني فتره امشي بالعكازه. والحمد لله يعني ان شاء الله مع بدايه الاعداد الفريق للموسم القادم اكون من ضمن الفريق ان شاء الله. اعطاك فتره الراحه كم عبد العزيز؟ كم تحتاج انت راحه؟ لا ما فيها راحه، بس يعني يقول لو تقدر تمشي عليها او كذا، بس انه عشان الحين الخياطه لسه ما انفكت، هي اللي مصعبه علي المشي كذا بس. ولا الحمد لله كل شيء اوكي، يعني ما فيها ما يبي لها علاج، ما يبي لها اي شيء. طيب عبد العزيز، انت الاصابه كانت موجوده من فتره، لك الاحاديث اللي جت في، طبعا جت احاديث كثيره على مستوى، يمكن بعضها كانت اشاعات واخبار من هنا ومن هنا، انه عبد العزيز الاصابه هذه كانت مزمنه معه من فتره ماضيه، وانه كان ايضا في اصرار من اداره الهلال على عمل العمليه بالنسبه لعبد العزيز، وعبد العزيز يرفض اجراء العمليه. لا ما فيها، اول شيء كلمه مزمنه يعني غير موجوده الحمد لله. هذه اصابه يمكن سويتها قبل العمليه عليها، لكن مو بنفس الدقة اللي سويتها الحين. يمكن الموسم هذا آخر شهرين أو ثلاثة حسيت في العضلة، وكان يمديني أكمل الموسم يعني مع الفريق وبعدين أسويها، لكن الإدارة والدكتور قالوا إنه من الدكتور خاصة يعني قال لازم إنه تسويها الفترة هذه أحسن لك، يعني ما تستمر تلعب عليها. يعني أنت ما كنت متخوف أبدا من إنك تسوي هالعملية؟ الأخبار إنه كان عبد العزيز متخوف وما يبغى يسوي العملية، وأثرت على حتى على عقد عبد العزيز مع الهلال، هذه الأخبار اللي تدور. لا ما في، حتى العقد ما تكلمنا أبد مع النادي على العقد، الحمد لله كل شيء أوكي، والعملية ناجحة الحين أهم شيء، وإن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله نكمل معهم إن شاء الله. عبد العزيز، الآن الأوضاع في الهلال تغير من الناحية الفنية، الكابتن سامي الجابر، اكيد انت لك علاقه مع كابتن سامي الجابر على المستوى العملي، اتكلم من خلال ما كان اداري او مدير كره القدم بنادي الهلال، الان كمشرف وكمدرب انت كيف تشوف المرحله القادمه حتى على مستوى الهلال في الماضي، انت كيف تعلق عليه؟ طبعا الحين المرحله يمكن مرحله يعني حساسه وانتقاليه، يعني انا اشتغلت مع سامي كاداري، وان شاء الله ان شاء الله انه الله يوفقه كمدرب، يعني شيء جديد ان سامي مدرب للهلال، وان شاء الله الله يوفقه اكيد بمساعدتنا وهو يساعدنا وانه يساعده، وان شاء الله يطلع الفريق ان شاء الله باحسن من مستويات ان شاء الله. عبد العزيز، عقدك كم باقي فيه؟ عقدي باقي سنه. الموسم القادم ينتهي عقد؟ ان شاء الله. متى بالضبط؟ نهايه الموسم. نهايه الموسم. نهاية الموسم. في احاديث، في خطوط مفاوضات مع الهلال حول المطار، في الفتره اللي راحت كلها عمليه وما عمليه، وان شاء الله الفتره الجايه اكيد بيكون فيها مفاوضات. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يعطيك العافيه.